أسمع ولك سوق صار هذا حاجة عالم كيسوق بدنا تعال كاستع فالغيد رح يسوق بدنا إسرائيل تأنا غني ويدكتي إيران يحلف هذا إسكعابين تأيي ترتر الدنا إسرائيل تبدأ بنا الله ما مغل الدنا من السجّر الدنا تهال سنة ضاد وعيد ويدس إعوان لو قد مقال وكقر إسحابك مريك يفلغيها سياسة ذات توماس فريدمان يسد أسد علي بربرك إمام لك إسرائيل وديار جروبا إسرائيل تأنا غني ويدكتي وعيد ويدس إعوان لو قد مقال وكقر إسحابك مريك يفلغيها سياسة ذات توماس فريدمان بشه نوفمبر أفرتي دي الله بده يكون يلبي لبعتنكي سقط الضباط كانوا يدبوا الضابع إلى بس النضوض كبعدي وحأود ليش جدي وليس عن كا أو قر اللي بده يكون يلبي لبعتنكي قال كيس الضباط كاني ودبوا الضابع ورجيس كني وقت تيميز فريدمان إيه شجعي إن أركت داس وقط طلق جلي إن النقطة تجنيم كل صعوبة حق شرنت إسبايس إمام ولا إسرائيل سيكستان نغطي واحا قولي يابك بطان امغالك نيوك تايميس وهي فريدمان او تاقر سينيهي اراكتدا ان لو اقلاد مدحد حماس اي قزة كرهان يحي سوار انو مامولو قزة تريب تاسو صوب وحقيقة دا ان دورشاد حد اللي صوب بردقاي ان اسرائيل اي ماموشو مريك قزة اي نقونيسو متكسي دران ان مامولان مدحد اي سرعي حماس مريك قزة سعفك مريك إين تاقود داري إنقار بدون أو كمي دخو برضو إيس كورا عسنين فكرة داسي وقت قاسي لكو حمسيه إن دعدوي كهد السعودة أي كوريين عديمي يسي هورا إي مقال كيسا يريه رميستان كوا بداني ما دام هاد حالدو أي نقطي ميت كاسي داريس السيدي هورا وعشر حيسابا هورسي ديا إلا رميستو إن بربري دون تقودان إزرايل ويكوشران إن إزرايل إهو جايسو أودوين أو قبل كا أوي متشو إيران تاز أودو يالتا إن إزرائيل إيكو ردو كوت إير يدو لأدهك سنيو وكيلا دا أو قبل كا خبير كمرايك إيو قراغ مرايك فريدمان إيه مقال كيس إورغيس كنيوك تايم سحوكو شاقي إن إزرائيل أي سنهاد دالعين أود شواب ملتري يميد دبلماسي داد سوغا إن تاكو دار إن وحاكا سيدارين إيو جايس أي تاي سوردا قلمات داقال كيس دحاد وكاد عمريك غزة لبنان يدانتا قلباد بلسيدو كلا ايسوس عدان خطر عصوب تاسي اقو انت خطرت اي حزب الله اي كسوغا لبنان سيكادو وان دقاق اسكعابيت اسلاميكي حماس وعشوغا ان حزب الله اي كو قلبيسيين كنتا لبو البوري كراميلو بطن او كميدا كابياش ازرايل الى قرمضة ديرادها الى تكدها الى حرمان جامعادها الى يسلقيدا ملتريغا يورشيدا يدا اي حرمان كورنتادا يدو لقى ارماني وريا يقراغ مريك يشيغي إن رزو زراء إسرائيل بيمين التياهو أوسان هايسان تورشاك كلاوان كاهين سيو صوديسو مام الحاك جيرا أو غرب كميديغا كواسو كوات كيسان يأني إسرائيل أي سيو ضدقال كيدا قزة إلا قولك غادو تاس أو شاكي إن إسرائيل إسو كوليسان كارين فريدمان يشيغي إن إسبايسك حجر كأن التياهو أي سيدو كلاحيطا إسكاين ديترين مام الك فلسطين إن ديدين إنوح وضشقين أي لياشان صابتو وحي ربطا إن إسرائيل أي ماموشو دمان دولك أدحيه وبيك جوردان بدا مرترينيانك أي كجورتو قزة سيدو شاكي فريدمان نتياو إيا تنو سمينيا سي حقوكو أغو سي جيرو سي أغفو غادة سورد قلمدا إن لغو حدو إيا ديمو مسخ ماسوغا وعرا عيي إن بربروكا قلعا ير إيا دقالك إسرائيل أي سابطاهي لان دقرشي لغو سواب جريا دقالك وإي سي نبدا أغب حيان قزة وريا إيا خبيرك مرايك إيا سيدو كلا شاكي إن وحا أغوين إدوان أيكو بربري دونتا إسرائيل مركز دانا أيكو بربرتو أي تاي مسك عدايقا إيو إنا إسكاين دا ترتو حقوقويك إلو جيدو يودو إستيد سينيسا إنك ستوكوان حق جيركا إهرب أغيستا خسارة بداني سودو أمسيني فريدمان بدحولا مرايكا جو بايدن إيو قدقا أرماء ددويني مرايكا إسرائيل إي أي باق إيو حبنا بدان أوكادر سنكون غريسكا إيو واحد دا لسمين سيو فهمان سيدا مامولكني حق جيركا ee khatarta ugu yihiin Israa'il qoraalka maqaalkan ee New York Times ee sidoo kale dhaleeciyay go'aanka afyeenka ee qalka wakiilada Mareykanka Mike Jackson iyo saaxiibadiisa xisbiga jamhuuriga oo ku casuumay Netanyahu in khudbad uu ka jeediyo fadhiga wadajirka Kongareeska 24 Luulyo iyadoo qoraaga iyo sidoo kale wariyaha Mareykanka uu ka digay waxa ka dhalanaya xitaa Mareykanka gudihiisa wuxuu tilmaamay in ujeedada aan la shaacin ee baaqan laga leeyahay balse ay tahay toogumiimsan in la abuuro
خلاف ودحية تاجرياش حزبك الديمقراطية تاسو كالفوجين سعد بحياشة صدق كشاك مقال كيس فريدمان لتياو إياه قرو صدق انتن ايد مان لحديده سياسة قدا مريكك سابتاس او قدنا اقبلتي سمرتقاتك انو كادلو كونغرس كورتيسا ماها واحكا لان كاين خيانا كدنا مدحونا مريكا بايدن بو كدك دقي ان اسرائيل او موشيو تاجردي سكدب ويركي اي غادين كحايس كعابتا فريدمان اي سيدو كلاشيكي ان اسرائيل هلتا يوبهانتاي انتا اي قرقورتاي مامل غير سعودة او واقعا كاسو كساري كرا لباتا دبدن اي وشايسو وعلى رعي انتا سلوو غاري كرا او كليا ان اتياو حلك لقاح يوبيو يلقب تدور شوين عصوب وعلى رعي ان مامل اسرائيل هلتا كتليا اي كدوانيين مامل دي هورا فكرت دا اينا كبير تدانتا كالباد سيدا او قد ليا مالها ان سالت كي سيقو رايي سيتاس او سمي نتياو اسكو داي انو قاعد اوود محكمات دا سراء اسرائيل او قاعد او كدigo قراغ مريك اي سيو داي انو كورا عسان ياي اريكاس دا او قراي رسوزاري هراء اسرائيل اهود براغ مقال قد دابعي ورقايسك مريكي حاراد قميس تي هراء كاسو كشاقاي رسوزاري هراء اسرائيل ان اسرائيل اي وجايسو دباتا دي اقوها لسا بدنايد وقونا خطرتا بدنايد اي تاريخ دي دا او صوب لاباتي تطباد اكتوبر سوكو شاكي ان اسرائيل ملتري هان اي اقول درايستاي تاريخ دي مركي قوه رايسي فريدمان او سوحي كان اي هادل كريس وزاري هورا اسرائيل وعو شاكي ان براك او قد دي مقال كيساسي ان ها ديما مكاد دي جرا لو اقولادو ان حقوك اي سي هايان اسرائيل اي كلي هولي دونتو ان اي بربرتو waxaan sidoo kale u badan tahay inaan aragno dagaal dhinac kasta oo la galan Hezbollah ee waqooyiga dagaalkii saddexaad oo ka dhacay daanta galbeed culad xuutiinta ee Yemen oo sii balaadhata iyo suurtagalnimada dagaal toos ah u dhaxeeya Iraq iyo sidoo kale Israel iyo gudbayntii dabcan culad Iran lafteeda firin ma xamsiye in Mareykanku ka walaacsan yahay dhamaan digniintani sababtoo ah waa cunto lagu talagalay in lagu jiido dagaalka bariga dhexe si loo caawiyo Israel taasoo noqon doonta riyo Ruushka Shiinaha iyo Iiraana si kastaa noqoto waxaa la yaab leh in maqaalka New York Times si kastaa noqoto waxaa ugu la yaabka badan ee maqaalka New York Times uu Friedman uu taageersan yahay aragtida in loo ogolaado madaxda Hamas ee Gaza karaan Yahya Sinwar inuu maamulo Gaza Strip kadib marka dagaalku u dhamaado taasoo sabab u ah xaqiiqada in doorashada hadda la soo bandhigay in Israel ay maamusha mareyka Gaza ay noqonayso mid ka sii daran inay maamulaan madaxda ee sare ee Hamas mareyka Gaza wuxuu tilmaamayso jeedinta Netanyahu ee ah in mareyka Gaza ay maamulaan Falastiiniyiin ku haboon waan xiriir la lahayn Hamas iyo maamulka Falastiiniyiinta iyagoo wakiilka Israel iyo intan ay tahay khiyaali ugu dambeyntii qoraaga caanka ee Mareykanka ayaa sheegay in cidda kaliya ee ka adkaan karta أود حماس أيهم فلسطينيين تكسوغن غزة لكن ماها إسرائيل قرال كني إغراق مريك نيوك تيمس إيوحي يتسيهاي وحاي شاكين شاك ميدو ورقيسيدا أقوه وين إسرائيل تضباط كني ورقيسيدا إسرائيل إيا ديلات ساري وحاي كنت المامين حالات بور بورا أسو وجه دي إسرائيل تاسو شاكين إني كاديكن تايميد كميدو خطيادا أقوهات كا مارك الله إياكو أود لانتا كو قول داريسي كدقال كإمريك غزة yada sidoo kale Hussein in la muran ay tahay in doorashooyin qabto Israel si loo dhiso maamulka taali kara dibatooyinka ee u baahan in sanado badan ay ka soo kabato Israel wargeyska Jerusalem Post waxa uu tafdiray soo sheegay in Spice-ga ee xirka Netanyahu uu burburinayo Israel wuxuuna yidhi Israel waxa ku jirta mid ka mid ah xilliyada ugu adka tan iyo 1948 wuxuu intaas ku daray in la gaaray xilliga xukunka laga tuuri lahaa Netanyahu isla markaasna la mudayn lahaa waqti degdeg ah ay ku qabsanto doorashooyin cusub. Dhankiisa wargeyska xaraad ee Israel ayaa maqaal ra'yi ah ku sheegay in Tel Aviv aysan awoodin in gool ay ka gaadho masiibada hadda jirta si ay si wax gool ah uga adkaato dhibaatooyinka dhinacyada badan ee soo wajahay, isagoo raaciyay in haddii ay rabto Israel inay badbaado ay u baahan tahay in la qabto doorashooyin u horseedaya isbeddel hoggaanka ah. Dhankiisa wargeyska ayaa dood arrinood ee soo xigtay ila siyaasadeed oo leh in maamulka madaxweynaha Mareykanka Biden ay aad uga xanaaqsan yihiin hadallada sii kordhaya ee ku dhalacaynayo
واشنطن سببتو waxa dhaawac ay u geysteen xiriirka Israa'il iyo Mareykanka wargeyska iyo dood arinood wuxuu sheegay waxa ay ahayd in tiyaab khilaaf ee kala dhaxay Washington ay noqdaan kuwa albaabad u xulan yihiin oo san banaanka u soo saarin iyo saxaafadda caalamka isagoo xusay in ilo xogaal ay u sheegeen in tiyaahu uu ku hawlan yahay bomboninta shixnada hubka sababtoo ah waxay ku guuldareysatay Israa'il dagaalka Gaza wuxuuna doonayaa in dhibaatooyinka ay kala kulantay guuldarooyinkani ay Mareykanka dusha ka saarto wargeyska Israa'il iyo sidoo kale soo xigtay saraakiil ka tirsan Israa'il oo ka hadlay dhigooda Mareykanka inay sheegeen inaysan weligood arag waxa la mid ah sida hadallada ee Netanyahu ee ku cambaaraynayo dhinaciisa isaga uu ka degayo dagaal u dhexeeya Israa'il iyo Hezbollah madaxii hore ee cilmi baarista sirdoonka militariga Israa'il Yossi Kober-Weser ayaa u sheegay wargeyska Wall Street in iskahorimaadyada u dhexeeya Israa'il iyo Hezbollah ay yihiin kuwa ugu khatar badan wuxuu raaciyay in iyadoo Israa'il ku guuldareysatay dagaalka ee Gaza haddii ay furto dagaalka dhan Hezbollah ay noqon doonto isdil wuxuu intaa ku daray Hezbollah inay doonayso inay xoojiso weerarada ka dhan Israa'il si ay u qabsato in ay u ogolaato xabad joojin oo laga sameeyo Gaza dhanka arrimaha bini'aadamnimada wargeyska Mareykanka Washington Post ayaa ku waramay warbixin uu soo saaray xafiiska qarmada midoobay ee xuquuqda aadanaha Arbacadii oo sheegtay in Israa'il laga yaabo in si isdaba joog ay ku xadgudubtay sharciga dagaalka iyadoo isticmaalaysa hubka qaraxa halka saraakiisha qarmada midoobay ay xaqiijiyeen in burburinta iyo dilku ay yihiin siyaasad ula kaca oo Israa'il ay ku kacayso. Ugu dambeyntii Jeremy Adelson ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska Mareykanka Hill wuxuu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Biden uu luminayo taageerada dhalinyarada ee codbixiyaasha haddii uu ogolaado in Israa'il ay sii wado dagaalkeeda sababtoo ah siyaasadda maamulkiisa oo iska indhatiraya cawaaqib xumada ee ka dhashay dagaalka Israa'il ee Gaza.